هذا مخدم. لا هذا الإمام. يسمع هكا؟ لا دابا كيسمع. فمتابعي الكرام العين والاصدقاء يتواصلوا معنا في هذا البث المباشر باش نبداو معنا هذا اللقاء لاول مره على قناه شوف تي في. سي جمال القنبولي رئيس فريق الجمعيه الرياضيه التازيه، لكن ورقه تعريفيه يقدم على راسه، ورقه اللي غنيه على التعريف. العين والاصدقاء يتواصلوا ونبداو اللقاء ديالنا اصدقاء القناه قناه شوف تي في. كنت التليفون ديالك نتبعو فيه اللايف باش إلا كان شي أسئلة على المباشر. فعلى بركة الله متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، والف تحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة البث المباشر أصدقاء القناة. ولقاء مع أقولها أستاذ غني عن التعريف بتازة، أصبح مثير للجدل في السنوات الأخيرة، ولا كما كنقولوا في راس المدفع متابعي قناة شوف تي في. القصة ديالو مع كرة القدم، بناء فريق اللي استغرق 4 سنوات للبناء، لكن في الاخر كواليس وقعت اصدقاء القناه. غادي نهضروا على بزاف د الامور في هذا البث المباشر. لحد الان هو اللي في قفص الاتهام متابعي قناه شوف تي في، واش انت المسؤول على اقولها ماشي انهيار الجمعيه الرياضيه التازيه وانني على خساره الفريق. ثانيا في الاول يعطينا شكون هو جمال القنبولي. تفضل يا اخي العزيز، بداو الدردشه عادي سخون الطرح. على بركه الله. اذا كنشكروا قناه شوف تي في على الاستضافه، وخاصه في هذه الظرفيه الحساسه من بعد الهزيمه النكراء والغير منتظره. خد داك المايك يمكن بان ليا خرج صافي. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، كما قلت نشكر قناه شوف تي في على الاستضافه، وخاصه بعد الهزيمة النكراء والغير منتظرة في مقابلة السد الأخيرة يعني النهاية. جمال قنبولي أستاذ التربية البدنية، لاعب سابق الاتحاد وريضة، لاعب سابق البي تي تي، لم ماشي ما ساعفنيش الحظ بقدر ما كانت نصيحة من الإخوان ديالي اللي سبقوني في الجمعية الرياضية التازية، أن من بعد دزت في الفئات الصغرى نتاع الجمعية الرياضية التازية فضلت أنني نلعب مع الفرق الأخرى، لأن الجمعية الرياضية التازية في ذاك اللحظة كانت كباقي الفرق يعني عدد اللاعبين تبارك الله كبير، وكانت ما يمكن لك أنك تقبض البلاصة ديالك بسهولة، هذه من جهة. لهذا انني لعبت كما قلت مع اتحاد وريضة، وكملت مع البريد الرياضي التازي، وفي الاخير مني تخرجت من المركز التربوي الجهوي بتازة تاع التربيه البدنيه، كانت لافيكتاسيون عندي في الناظور انذاك، التحقت في فتح الرياضي الناظوري ولعبت معاه لعده مواسم، وانتهى المشوار ديالي كلاعب ودخلت المجال التدريب. وبالفعل انني اجتهدت في هذا المجال التدريب وحصلت على شهاده انيسياتور من طرف عصبه الوسط الشمالي انذاك،
من تأطير كان الحاج عبد الرحمن السليماني الله يذكره بخير. من بعدها أنني دوزت ديبلوم دي وحصلت مباشرة على ديبلوم سي اللي كيتسلم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. من بعدها من بعد سنوات قليلة توصلت أنني نحصل على ديبلوم بي اللي كيخول لي أنني ندرب فريق نتاع الدرجة الثانية برو ونكون مساعد داخل البطولة برو. لكن لظروف أخرى أن الجمعية الرياضية التازية كانت تمر بواحد الأزمة تاع التسيير ودخلوا عدد هام من الغيورين على الجمعية الرياضية التازية وطلبوا مني أنني نشد الجمعية الرياضية التازية بحكم أنني كنت أنا المؤسس نتاع جمعية فريواطو ولاحظوا الطريقة نتاع العمل ديالي والتنظيم داخل المدرسة. أنا ذاك ما بخلش لأن المدينة ديالي والبلاد ديالي لابد من مد يد المساعدة ولو أنني سمحت في المجال تاع التدريب بعد ما كنت كانت قاضى ما يزيد على 10,000 درهم في الشهر بلي بريم ديالها وليت كنخسر أزيد من 10,000 درهم على في سبيل الجمعية الرياضية التازية. إذا وليت رئيس الجمعية الرياضية التازية وحاولت ان ندير واحد التشكيله واحد التوليفه من المكتب المديري اللي هي عناصر متمرسه في كره القدم في مجال التسيير بشتى انواعه. انا ذاك توكلنا على الله وحاولنا ندير واحد مشروع رياضي على المدى القصير والمتوسط والطويل. وبالفعل اننا ربما هذه الخساره في النهايه نتاع السد مع اتحاد اكنول ربما كانت واحد النقطة فوق الهدف اللي كنا مسطرا له بحكم أننا سطرنا خلال المواسم السابقة يعني الأربع مواسم مع العلم أن كانت سنة بيضاء ما لعبناش البطولة أننا سطرنا باش الموسم الرابع نوصلوا لمباريات السد. الوصول إلى مباريات السد ماشي الفوز بالفوز والوصول إلى القسم الهو الثاني لكن شاءت الأقدار أننا من بعد ما شفنا ولعبنا البطولة وانتهت البطولة وكنا حصلنا على المرتبة الأولى في 68 فريق ما بين فاس مكناس ولعبنا المباراة السد وكانت جد شاقة 4 نتاع المقابلات نتاع السد. بالفعل أننا طمحنا أننا خاصة بعد ما انتصرنا على النصر الرياضي الفاسي في المقابلة الأولى نتاع السد اللي هو فريق متمرس وعنده تجربة في هذا المجال تاع السد تفوقنا عليه ولا الطموح ديالنا كسكبر مقابلة بعد مقابلة. وبالفعل انتصرنا في المقابلة الثانية والمقابلة الثالثة لكن الكارثة كتجي في المقابلة الرابعة وهذه الكارثة ما توضحت لنا الرؤية إلا من بعد قبل نهاية المقابلة ب 21 دقيقة من بعد ما توصلت بواحد المكالمة هاتفية اللي نبأتني وخبرتني وقالت لي عندكم راه الحكم تاع وسط الميدان راه القضية كي كنقولوا بهذا المصطلح راه القضية مخدومة. إذا هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم ما نهضوش على كواليس المقابلة دابا هضر لي على كي داز الموسم مع الجمعية الرياضية التازية. إذا الموسم مع ماشي الموسم أنا نهضر على المواسم لأن المشروع ديالنا ما كانش مقتصر على موسم واحد فقط كان مبني على 4 مواسم. إذا حنايا باش دينا الجمعية الرياضية التازية كانت الجمعية الرياضية التازية بدون لاعب. إذا حنايا بالفضل نتاع مدرسة فريواطو تمكننا أن ذاك اللاعبين اللي وصلوا لذاك السن 18 سنة 19 سنة دمجناهم داخل الجمعية الرياضية التازية بالإضافة إلى عدد هام من اللاعبين اللي كان منبودين داخل المدينة ما عرفتش أنا علاش لكن واحد الدراري اللي كانوا في المستوى عندهم مستوى كروي محترم وحاولنا أن نديروا واحد توليفة وواحد تشكيلة اللي بدينا بها البطولة. وفي خلال الموسم الأول من البطولة كان كل كيراهن على أن الجمعية الرياضية التازية عادي تسقط المرتبة الأدنى اللي هي كان تسمى بالقسم الظلمات. لكن الحمد لله أننا بعد ما كنا في المراتب الأخيرة بعد الدورة السابعة تمكننا أننا نحقق نتائج
وبفضل الله اننا احتلنا المرتبه الخامسه هذه السنه الاولى. السنه الثانيه ان ملي لعبنا الموسم يعني بدينا كنشوفوا داك داك كنشوفوا داك باصيص الامل ان الفريق بدا كيتطور، ومن هنا اننا بالفعل زدنا اجتهدنا وحصلنا على المرتبه الثالثه. الى ما خافت تخوني الذاكره ان الموسم الثاني كانت سنه بيضاء بحكم ان عدد هام او جل الفرق استعصى عليهم اجراء البطوله نظرا لغياب الدعم المالي من الجهات المانحه. اذا حنايا واخا هكذاك كنا درنا عدد هام من المباريات الوديه ما يفوق على 15 مقابله وديه. علاش؟ باش يبقاو اللاعبين ديالنا في الفورما وما يفقدوش ذاك لا كومبيتيسيون. داز جا الموسم الثالث، الموسم الثالث اننا برهنا على مستوى جد محترم، ولولا سوء الحظ وربما كانت هناك اشياء، لان الجمعيه الرياضيه التازيه دائما عندها ماشي اعداء، ولكن دائما الجمعيه الرياضيه التازيه عندها ناس اللي كيكونوا ضدها سواء من داخل المدينه ولا خارج من المدينه. فالموسم الثالث ربما كان ما كانش كورونا احتلينا المرتبه الثانيه، وكان ما كانش كورونا ربما كنا نوصلوا لمباريات السد. اذا الموسم الرابع اللي هو هذا الموسم واللي حققنا فيه الوصول الى مباريات السد ربما عند فيه بزاف ما يتقال وحيثيات كثيره، خاصه بعد الهزيمه كي قلت الهزيمه الغير المنتظره والهزيمه اللي كتشوبها عده شبهات، وعندنا ما يثبت ذلك. اذا اثرت عليك هذه الهزيمه خويا؟ ماشي اثرت عليا، 64 مباراه الا بغيتي تقول. الهزيمه حطت من المعنويات ديالنا بزاف، الى درجه ان زعمك بلا ما نجامل، الا قلت لك ان اليوم الثالث كنعس واحد شويه كتضرب لنا الفيقه وكنبقاو ندوروا السيناريو. السيناريو ماشي المقابله، ولكن السيناريو نتاع اربع سنوات، يعني الشيء قاسح سواء عليا ولا الطاقم التقني وحتى اللاعبين في مؤخرا، يعني اليوم بعد المقابله ان اللاعبين كانت لقام غاديين بحال الحمق في الزنقه ديال الجمعيه نتاع الجمعيه مباشره بعد اخفاق او الاقصاء ولكن اخفاء اللي كان ممنهج وحنا ما عندناش الخبر، بحكم ان كانت عندي واحد الثقه عمياء في رئيس العصبه عصبه الجهويه فاس مكناس، ثقه عمياء. كنت كنظن انه انسان اللي في المستوى الكبير، الى درجه ان الوحيد داخل العصبه كعضو داخل العصبه اللي كنت كندافع بشتى الطرق عن هذا لافور، لكن ما نسمحولوش لانه خاننا في الاخير. وكنعرف انا السيد رئيس العصبه، كنعرفه في وجهه ملي كيكون مقلق ومن كيكون فرحان. يعني يوم المقابلة عندنا وصول إلى مدينة مكناس، يعني كان السي جليلي كان في واحد الحالة اللي أنا خوفني، هو ربما ما قادش يصرح بها وما راضيش على داك الشيء اللي داير، ولكن كنت واثق أن كاين شي حاجة مفبركة داخل الكواليس. وخا هكذاك ما كنا كنقولوا ربما راه عنده لو ستريس، راه عنده بزاف نتاع الحوايج، لكن الامور تبتت لنا لا غدا من بعد المقابله، من بعد توصلنا لذاك المكالمه الهاتفيه في المقابله في الاخير، ولا غدا بانوا شي حوايج اللي كيوريو بالملموس ان المقابله كانت محبوكه والفريق الجمعيه الرياضيه كان ضحيه لهذه المؤامره. شنو علاقه الرئيس بالاخفاق؟ اول حاجه ربما كاين بزاف نتاع النقاط نتاع الاخفاق ما ردوها الى على باش قلت انا الرئيس، لان الرئيس هو المسؤول، الا كانوا اعضاء لكن الرئيس هو المسؤول على التنظيم. نعطيو نقاط المقابله اللي كانت غادي تجرى في النهايه، كانت عندنا من بعد ما جرينا المقابله نتاع النصف النهائي انها غادي تكون يوم الاربعاء، في حين كانت فاجئوا انها تاجلت ليوم الجمعه بحجه ان الفريق اتحاد ابنون نعطيوه فرصه باش يرتاح، مع العلم ان المقابله ديالنا بجوج لعبنا في نفس اليوم، اذا يرتاح
نظرا للمسافة أطول منا، مع العلم أن المسافة قريبة بزاف، يعني 20 دقيقة نتاع الطريق ما غاديش تتعب اللاعبين، هذا هو اللي كاين. في نفس الوقت أن من خلال الجمع نتاع الرؤساء الفرق باش يديروا القرعة نتاع السد، تم الاتفاق أن النهاية، ولو إذا كانت مثلا فرق من فاس ولا فريق من فاس ولا مكناس، عادي تكون نهاية مدينة فاس بحكم أنها هي مسقط نتاع العصبة الجهوية فاس مكناس. إذا تم الاتفاق، كانت فاجئة في الأخير أننا منين عندنا المقابلة نتاع النصف، اتصلت أنا بالسيد الرئيس، قلت له اتصل هو بيا، لا ربي اتصل بيا المسؤول عن البرمجة نائب أمين المال سي زويت، وقال لي راك يقول لكم الرئيس أن المقابلة عادي تكون نهار الجمعة وعادي تكون في مكناس. قلت له لا يعقل باش توصل مكناس. توصلوا معنا مباشرة من بعد نهاية نصف النهاية، يعني في ذاك اليوم، في ذاك اليوم بالضبط. إذا هنايا أنا قلت له عادي نشوفه، أنا عادي نهضر مع الرئيس نتاع أكنول بحكم أن في منطقة واحدة، إلا تفاهمنا أننا لما نلعبه في تازة بلا ما نتعذبه. هذيك هي اتصلت بالرئيس نتاع اتحاد أكنول السي رشيد، وقلت له الخبر بأننا شمو رأيك وشور مع الطاقم التقني ديالك والأعضاء نتاع المكتب المديري ديالك، إلا كان ممكن نلعبه في المدينة ديالنا تازة ويكون واحد العرس رياضي، لما لا؟ بقيت كان ننتظر أنا الجواب، ما كان الجواب. السيد الرئيس كيفاجئنا بالبرنامج كيخرج فيه ملعب الخطاطيف ميم كناس، في حين ان ملعب الخطاطيف ميم كناس انه يعني ما بقاتش تكافؤ الفرص ما بين الفريقين، بحكم ان الفريق نتاع اتحاد اكنول لعب جميع المباريات ديالو نتاع الاقصائيه داخل هذا الملعب. زيد على هذا ان المساحه، المسافه اللي كتفصلنا بين تازة واكنول وبين مكناس راه ابعد من فاس، لما نلعبوا في فاس. منين اتصلت بالسيد الرئيس هو الدرع بشي حجاج، وهي كيقول لك ان الاعضاء نتاع المكتب المديري اللي كاينين في فاس والناس اللي راهم ضده في هذه اللحظه انه كيتخوف انه يهرسوا له داك العرس الرياضي. قلت له لا، بغاو يهرسوا لك العرس الرياضي كان هرسوه في نصف النهايه، وزيد على هذا ان الاعضاء نتاع المكتب ما عادش يسمح لهم الخاطر ديالهم باش يوصلوا لهذا المستوى اللي كيقول عليه هو، هذا مستوى صبياني ما عادش يوصلوا له هذه العناصر نتاع الاعضاء نتاع المكتب المديري. اذا غاب الاتصال، وفي الاخير فكرنا قلنا الا ما بقيناش تمشينا لعبنا اوتوماتيك مورا غادي نخسروا المقابله. والطامة الكبرى انه الاختيار نتاع الملعب نتاع الخطاطيف ما كانت الارضيه صالحه للاعبين، ما كان، لكن لونتوراج لي فيستير والجوانب والاخر راه بانت في الاخر، يعني ما بنيه تحتيه مهلوكه، الى درجه ان منين وصلنا لواحد فيستير، لي فيستير فيه الحكام وجميع داك اللاعبين نتاع سواء انت اكنون ولا اللي بغى يعمر الماء ولا كيدخلنا. اذا وقعنا في واحد الاحراج وواحد ديرونجمون، وقعنا في واحد الاحراج وواحد ديرونجمون. والمساله الاخرى في سير واحد مشترك، لا كاين في سير واحد مشترك مع الحكام، عند مبيض صغير داخل الفيستير ديالنا والباب كتبقى مفتوحه، وخاصه انه يعني ما عطاش واحد القيمه لهذه النهايه. في الاول كان كيتكلم كيقول لك حنايا عادي تسمحوا لنا نلعبوا في فاس ومكناس، ولا اني مي تكون النهايه غادي نشوفوا ملعب لائق بالنهايه ونعطيوها واحد القيمه. كوديم نشوفوا الكوديم، هو جابوا مسائل اخرى، نشوفوا الملعب الحسن الثاني، نشوفوا بزاف د الحوايج، لان النهايه خصها تكون واحد العرس اللي يكون منظم ومؤطر بواحد الطريقه اللي يرقى للمستوى نتاع العصبه ديالنا. لكن تفاجئنا حنايا في ملعب ما فيه ادنى شروط لا السلامه، والطامة الكبرى أو الأخرى تفاجأنا بأن نظم بطولة أو نهايات نتاع الفئات الصغرى داخل الملعب، وخرجوا حتى تقربنا ندخلوا ليشوفمون، عاد سالوا المقابلة. منين تسالت ذاك إلى سماه هما مهرجان، ذاك مهرجان ديالهم الكروي، أنهم تال الفرق داخل مدينة فاس اللي جاو شاركوا في مكناس أنهم كيتشكاو من ذاك الطريقة، ولما مكناس
لما مكناس؟ هذا هو التساؤل، علاش اختاروا مكناس وان العاصمه نتاع العصبه هي مدينه فاس، والمقر هي فاس، والمقر نتاع العصبه هو فاس. زيد على هذا ان اقرب نقطه هو فاس، علاش يعذبونا حتى اكنول؟ اقرب نقطه هي تماما. اذا اكنول غادي تدخل على تازا عاد طلع لفاس، ما كاينش شي طريقه على زياد حسيمه. لا تازا لا عندها ميم با 4 ساعه كتدخل لوتوروت وكتمشي سهله، يعني ما كاينش مشكل. كنا نلعبوا في فاس يكون احسن، هذه من جهه، واختاروا اي ملعب، كان الملعب بن سودا. وما مني كتهضر يعني المسائل باش كانت محبوكه، اي حاجه عندها من الجواب ديالها في الحين، وهذا احنا ما كناش كان داك الجواب. واش مقنع ولا الجواب مقنع؟ بحكم الثقه اللي وضعت فيها انا، انه مني كيهضر هو انا كنثق فيه. قلت الحمد لله ان جا واحد الرئيس على الاقل انه يكون الحكام اللي عاد يتعينوا يكونوا نزهاء، في حين ان هذا هو الشمس اللي شمتونا، خلونا حتى الاخير وقع واحد الاختيار نتاع واحد الحكم اللي اسمو عادي نقول لك الحكم، ربما يقدروا نسولوا عليه، يقدروا يتسائلوا عليه، يسولوا فريق فتح الناظور بدون ديك الاسم ديالو. لا بيان سور الاسم ديالو ما عاديش يعني جرات شي مباراه الناظور والاتحاد. يسولوا عليه فتح الناظور والاتحاد سيدي قاسم على سبيل المثال الحصر، ويشوفوا. زيد على هذا الحكم انه ما حكمش واحد، حكم واحد الخمسه د المقابلات كيقول لك في 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 البطوله الوطنيه الاولى، حكم واحد الخمسه د المقابلات، من بعد دار واحد العمليه جراحيه ولاو هبطوه للهوات. اذا منين هبطوه للهوات حتى لا كونديسيون فيزيك لا مورفولوجي ديالو ما بقات صالح كحكم يدوز واحد المقابله. السيد زاد في لو بوا، في نفس الوقت بقينا كنسالو من خلال المقابله، كنسالو كيفاش يعقل ان هذا حكم كان كيحكم في البطوله برو وهو ما كينتباهش الحكم الشرط مني كيهز الحكم المساعد مني كيهز الدرابو ديالو في حاله الشروط. وقعت جوج المرات وحنا انتبهنا، مني وقعت المره الاولى قلنا ربما خطا مهني، لكن تكررت المره الثانيه ومباشره لاحظنا ان الحكم عنده واحد الرغبه ان الكره تبقى مستمره داك لا كونتراتاك، ولما لا تدخل كاع للشباك ديالنا. انا ذاك كنا متيقنين عادي يقول له الحكم نتاع الشرط راك غلطتي ولا ما كاينش الشروط، لكن الحمد لله سمو كان كيوقع في هذه الحالات بجوج ان الكرات كان كيقطعوها اللاعبين ديالنا. هذا هو اللي كاين، الى درجه كنت قدام الحكم الشرط في التريبين وهو كيعيه كيهز الدرابو كيعيط له بالسميه، والله ما كيديها فيه، من بعد كتسالى لاكسيون ويقبطوها الدراري ديالنا عاد كيولي للشرط. وهذا بدا كيدخلنا شويه نتاع الشكوى. شوف الشوط الاول في الشوط الاول هذا زيد عليها ان الامور منين دخلنا الشك اللاعبين ديالنا جوج تاع وسط الميدان حصلوا على بطاقه صفراء، بطاقه صفراء في الشوط الاول، وهي والله ما تستاهل حتى شي حاجه. علاش؟ لان الحكم منين ما كيظنش راسو انه ذكي بذاك الطريقه، اي حكم دار ذاك الطريقه ماشي ذكي، مخابيت يعني عنده نيه مبيته، وكان يكون كي كنقولوا حنا باللغه ديالنا كيكون في كرشو العجينه. لهذا انه دخل عطى دو كارتون جون لوسط الميدان ديالنا بجوج، من هنا باش يحد من الفعاليه ديالهم، بحكم الا زادوا شي حاجه اخرى يقدروا يخرجوا. هنايا يعني حتى اللاعبين ديالنا دو وسط الميدان ولاو تراجعوا في الطريقه نتاع الدفاع ديالهم باش ما يحصلوش على البطاقه الثانيه. انا ذاك بدينا كيدخلنا الشكوك. زيد على هذا ولينا كنشوف واحد الحاجه غريبه، ان الحكم كيعتقد راسو انه ذكي، ولا كل مره كيحبس الكره محد المقابله كتمشي في الوقت وهو خايف تمشي تسجل مقابله. لاحظ ان اللاعبين ديالنا كيديروا الشرط بطريقه رائعه، يعني كي كنقولوا حنايا كيديروا الشرط وكيجيبوا الكره داخل مربع العمليات. هنا حس انه كاين خطوره بالطريقه نتاع الشرط، لهذا ولا كيتفادى الشرط، وراه باينه عندما تسجلت الاصابه وتا الاصابه تسجلها اللاعب ديالنا، وعادي نجي لهاد الاصابه نهضر عليها، ماشي تاكلوا اللي تسجلوها علينا. اذا الامور ولات واضحه. في نفس الوقت منين تسجلت الاصابه عطى كارتون روج للعميد الفريق ديالنا اللي جا قال له حشومه عليك، واش حشومه عليك كدي عليها بطاقه حمراء. زيد على هذا في ذاك اللحظه
ذاك اللاعب هذا الحكم هذا كان ما كانش نيته مبيته خصو يكون كبير عليها، راه قاضي اللي يعرف الظروف نتاع ذاك اللاعب، ما طيحلوش الهضره ما قال له حتى شي حاجه، نزل عليه بورقه حمراء وعارف ان الظهير الايسر ديالنا في خلال المقابله وسيرته في الاخير انه دار توغلات ودخل وخرج كرات اللي خطيره تقدر تسجل. اذا باش هو تسجلت الاصابه، اذا يبقى الفريق الخصم انه محافظ بالاصابه ديالو، نحيدوا ذاك الخطوره بعدا. خرج لنا عاوتاني مساعد المدرب وخرج لنا مدرب نتاع الحراس بورقه حمراء. اذا بانت النيه ديالو والصلابه ديالو، وهو يعني معروف معروف داخل الاوساط نتاع مراقب المباراه. شنو يقول شنو قال فاش هنايا؟ ذكرتيني انا بمراقب المباراه. مراقب المباراه بعداك ما كاينش، ما كاينش اصلا الرابع مراقب المباراه ما كاينش، كاين الحكم لو ديليغي اللي كنقولوا له لو ديليغي ما كاينش، ما عرفناش حنايا القانون خصو يكون ديليغي، يكون مراقب بيان سور، لان الحكم الرابع عنده واحد الدور ديالو ماشي من الاختصاص ديالو دير الدور نتاع المراقب التدوين شنو يدوي بيان سور، وشكون اللي عليه الشهاده واش الحكم الشهاده عندها تسجيل الاصابه. بدينا كنهضروا مع الحكم نتاع يعني مقابله نهائيه في غياب مراقب المقابله، غياب مراقب المقابله هذه في غياب مراقب المقابله. قلت لك ان ان الحكم الرابع منين هضرنا معاه يعني حتى هو تفاجأ، خاصه انه حيدنا ضربتين جزاء وسيرتو ضربات جزاء واضحه انهم ضربه بيده. الحكم سمو قال مني نسولو مساعد المدرب، قال له فمتابعي الكرام بالنسبه لعزيز تازا وكاع الناس اللي معايا هنايا، غادي نشركوا المتتبعين وغادي نقراو التعليقات ديالكم، وعندنا حتى رقم هاتف 06 40 21 47 37 اسفل العنوان اللي بغى يشارك معنا في النقاش. نسمعوا بعدا كواليس المباراه وكواليس الاخفاء او اخفاق او الاقصاء، وغادي نشاركوا متابعي القناه شفتي راه حنا مازال معكم. اسمح لي سي جمال كمل. ماشي مشكل. اذا قلت انا الحكم انه حرمنا من ضربتين جزاء، وخاصه ضربه جزاء واضحه في الشوط الاول. اذا في الشوط الاول سموقع منين سولوا مساعد المدرب وقال له السيد الحكم راه هذيك ضربه جزاء علاش ما صفرتيش، سمو قال له هو سابتو. دابا الناس ما كتفهمش القانون، راه دابا اللاعب ولا كيفهم القانون، لان الا ما كنتيش كتفهم القانون راك غادي دير اخطاء. اللاعب ولا كيفهم القانون، سمو قال له، قال له ضربت في الارض وعاد ضربت له في يده، نالو السيد الحكم. هذا ماشي تبرير، لانه كان ضربه مباشره والمسافه قريبه نقولوا ان اللاعب ما عندوش الوقت باش يحيد يده، لكن ان الكره ضربات في الارض وعاد طلعت له اليد عنده الوقت باش يحيد اليد ديالو، في حين ان الحكم بغى يوهمنا بطريقه اخرى، ظن منا اننا ما كنعرفوش التحكيم. حتى حنا كنعرفوا التحكيم وعندنا دبلومات في التحكيم، ولاننا مجبرين كأطر تقنية أننا نكونوا هاضمين التحكيم باش ما يمكننا وباش نقدروا أننا نساعدوا اللاعبين ديالنا في هذه. إذا حيدنا ذاك ضربة جزاء والحكم الرابع كيصرح قسما بالله كيصرح أنها ضربة جزاء واضحة. من هنا واخا وقعت ضربة جزاء وقعت في الشوط الأول، باقي ما عندناش شي حاجة. ما أنا عندي ثقة في السيد الرئيس أنه غادي يسهر على تعيين حكام نزهاء، هذه اللي لعبت عليا بزاف. في نفس الوقت أننا كنعرفوا الفريق نتاع اتحاد أكنون والقدرات ديالو، والفريق ديالنا اللي القدرات ديالو أكبر بكثير. إذا ما كنطيحش من القيمة نتاع الفريق أكنون، أنا براسي راه ما وقعنا حتى مشكل مع أكنون الحمد لله. من اللاعبين كنعرفوهم هنناهم، عيطت للسيد الرئيس الله غدا هنأتو وديكلاريت، درت واحد لانتيرفيو مع صحيفه من أكلون، انه دابا باقي على الوعد ديالي ان الفريق نتاع اتحاد أكنون حنا ما عندنا معاه حتى حاجه وقادين باش نساعدو، سواء بالاطور التقنيه ولا اللاعبين، يختار اللاعبين اللي بغاو وحنا ما علينا الا ندعموه، لان حنا منين وصلنا النهايه مع فريق أكنون كان عندنا شرف ان الاقليم ديالنا ممتل بفريقين في 68 فريق، لكن اللي كيحز في النفس وهو الطريقه باش تلعبت المقابله. اللاعبين تاع أكنون ولا الطاقم التقني وربما بعض الاعضاء نتاع المكسب راه ما عندهم في راسهم حتى شي حاجه، لكن هذا الشيء اللي غادي نقول مستقبلا في هذا اللقاء ان المسائل كانت مطبوخه، وانا غادي نوضح وغادي نبين لهم. اول اتصال متابعي قناه الشوف تي في. الو، السلام عليكم. السلام، مرحبا. السلام ورحمه الله. شكرا يا اخي، راك على المباشر يا اخي، ومعنا السي جمال كضيف كواليس مقابلة نهائية
تازا اي فهمت راني نتاعكم من الاول غير كنقول لك السيد الله وانا اللي جاني بالسي جمال وكنبولي في الملعب مقدمت بعدها السي ماجد بن القيد نعم قلت لك انا مع في جانب السي جمال وكنبولي في الملعب اثناء المقابله وكنتفاجئوا بواحد الفيولاسيون ديال القوانين ديال الجامعه لكره القدم بان عدم حضور الجمهور لقينا واحد 150 ولا 200 واحد من المشجعين ديال اتحاد اكنول وكنظن بانهم اللي كانت عندهم واحد البصمه في المقابله لان شوشوا على الفريق ديال الجمعيه تازا بواحد الطريقه اللي ما تصورش بواحد التشجيعات اللي ما عندي ما نقول لك وكانوا اتحاد اكنول اللي تي سوتوني بار سون بيبليك القانون شنو كيقول؟ واش ما نقدروش القانون شنو كيقول؟ القانون شنو كيقول بالنسبه للجمهور واش خص يكون جمهور او تكون الطاقه استيعابيه القانون كيقول مقابله بدون جمهور كمل يا اخي اذا واش ما يمكنش دير جمعيه التازيه شي اعتراض على هذه المساله هذه بالنسبه للنقط اللي شتيهم في هذه المباراه ماشي هما دوك كنقولوا الجمهور شي حاجه سمح المراقب ما كانش حاضر لا ما كانش حاضر المراقب كان الحكم الرابع هو اللي كان كيقوم بالدور ديال المراقب قانونيا زعما في قانون كرة القدم في قانون العصبة يعني الحكم بدون مباراة بدون مراقب خص اعتراض انت نورمالمون ماشي نورمالمون ما خصهاش تلعب إلا ما حضرش المراقب بالمقابلة ما هو القاضي بالمقابلة هو ممثل الجامعة ديال كرة القدم إلا ما كانش المراقب شكون مثلا غادي مثلا يدير مثلا لو بي في ديال الماتش تدوينات وشكرا لكم مرسي شكرا يا اخي العزيز اش قلنا على الملعب وعلى لي فيستير يعني مستودع الملابس الملعب ايوا حبيبي شنو نقول لك انا ماشي من الناس اللي زعما غادي يهضر في هذه المساله هذه لان ما شفتش انا الامور داكو. انا مشيت نحضر المقابله حتى شفت اللاعبين وسط الميدان داكو شكرا لك يا اخي بقى معنا في المباشر ولا كان شي حاجه شكرا جزيلا مرحبا شكرا اذا الاجابه على الاخ لانه تساءل على الوجود نتاع الحضور نتاع الميدان 200 واحد من الجمهور تماما راه ما يزيد على شي لا ما قالوا لي انا ما شفتش مي كانوا السيارات بزاف كلشي نتاع اكنول مي الخطا الكبير هو ربما ردوه لينا مي ماشي ردوه لينا حنا منين شفنا داك اولا داك المقابلات نتاع الفئات الصغرى تلعبت تما داخل الملعب وكلشي كيطلع حنا قلنا منين عادي يساليو الدراري راه غادي يخرجوا في حالهم كلشي وبالفعل اننا اتصلنا بالسيد الرئيس وتا السلطات ما عجبهمش الحال يعني رجال الامن ما عجبهمش الحال واتصلنا بالاخر بالسيد الرئيس وقلنا له بالحرف ان الجمهور خصو يخرج في حاله قال لك ما عليش يا خليوه هنايا انا اي حاجه كان كيقولها الرئيس كنحترمها لانك كي قلت لك كانت واحد الثقه عمياء هذا هو اللي وقع لنا اذا زيد على هذا اخي ان الطامه الكبرى وهو احنا كنا كنشوفوا بعدك اول واحد الحاجه باش يعرف الجمهور نتاع اتحاد اكنول اننا ماشي ضد اتحاد اكنول وابدا ما درنا حتى شي رياكسيون على اتحاد اكنول اللي بغيت نقول وهو ان اتحاد اكنول جايبه قميص واحد والقانون كيقول خصك تجيب جوج اقمصه والحكم كيختار حنا منين وصلنا وبريزونتينا لي دو توني ديالنا اتحاد اكنول جاب عميد الفريق قميص واحد قال له جيب القميص الثاني مشى جاب قميص قال له هذا تقدروا تلعبوا به الاخر التجأ ليا وشاف فيا عميد الفريق قال لي اودي هادو ما كاملينش جيت انا بحسن النيه قلت له ماشي مشكل السيد الحكم حنا عندنا دو توني سمون تفضل نختاروا قال لك اختاروا لورانج لانهم عندهم الازرق وبالفعل خليناهم هذا من جهه اخرى وهو بالنسبه للحكام المعروف على الطريقه نتاع الوصول نتاع الحكام الى الميدان كيجيو مجموعين في العرف يعني الا بغينا نقول كيجيو مجموعين واخا كيكون كل واحد من جهه الدخول ديال التليفون ديالهم كيعطي واحد القيمه وكيجيو ان عينوا جوج حكام فاس وجوج حكام مدينه مكناس هاد الحكام تاع مدينة مكناس وفاس جاو الحكام تاع فاس جا الحكام تاع مكناس بوحدو وعلى عندنا اتصال هاتفي يا اخي الو الو سلام الاسم والمدينة يا اخي وراك على المباشر
معك عيطون مساء. مرحبا سي عيسى، مرحبا. سلام عبد الله، بغيت نسول الاستاذ جمال، نصاوب الاستاذ جمال من جهه واحد، هي الاستاذ ديالي صبيه البدنيه شحال هذه كنوجه واحد التحيه. بغيت واحد السؤال، الى المباراه ما فيهاش مراقب علاش خدا المباراه؟ مباراه ما فيهاش مراقب علاش؟ علاش خلى المباراه؟ علاش لعب المباراه؟ المراقب راه ما كاينش. عصام، مجموعه من النقط اللي مدورينها غنعرفوا علاش لعب مباراه، ماشي غير المراقب، كان غياب المراقب الجمهور 201 التوني، الفريق الخصم جاب توني واحد، بزاف د الامور اخويا. شي سؤال اخر اخويا عصام، ربما حتى على الجمعيه ديال التنظيم. هذا هو السؤال اللي حيرنا، حيت مباراه ديال الصعود بلا مراقب راه بحال ما كاينش، بحال لاعبين في الزنقه. تماما. سؤال شكرا. كنت شنو تقول سي جمال باعتبار كان استاذ ديالك ديال التربيه البدنيه في احد المؤسسات يا اخي عصام؟ ما سمعتش سي عبد الله. شنو تقول سي جمال باعتباره كان استاذ التربيه البدنيه ديالك يا اخي عصام؟ استاذ نزيه، ولعبنا معاه ولعبنا مع الكره في المدرسه وبزاف الحوايج. شكرا كبيره. شكرا سيزة. شكرا اولدي، الله يخليك. شكرا شكرا. كما قال سي عصام، اسمع لي خويا جمال، مجموعه من النقاط دولناها، وفي التالي غادي نعرفوا علاش جمال ربما من بين الامور اللي كتخلي جمال يخسر بزاف د الحوايج، العاطفه كتسبقوا بعض المرات، كيعيا يتحكم في راسه. لكن المهم في التالي غادي نشوف مجموعه من النقاط، عندنا شي خمسه النقاط، وعاد غادي نعرفوا علاش المباراه قامت. كمل خويا جمال. إذا نكمل، أنك قلت الطامة الكبرى نتاع الحكام جاو مفرقين، والحكم الرابع، الحكم الرابع يعني حكم الوسط، جا قبل ما تبدا المقابلة بثلاثين دقيقة، مع العلم أن القانون كيقول لهم خصكم تجيو ساعة قبل المقابلة. اولا الحكام ما دخلوا لا شافوا لا ملعب لا حتى شي حاجه، دخلوا حنا سخنا وهما سخنوا وتوكلنا على الله. يعني لحد الان واخا جا معطل الاخر، حسن النيه ديالنا والسذاجه ديالنا. علاش كنقول السذاجه؟ لان حنا كنقولوا الرياضه واحد الشيء اللي ملي نهضروا على الرياضه بحال كنهضروا على الجامع، في حين أن بكل صراحة رئيس العصبة تاع الجهوية فاس مكناس دار خاننا على المباشر المصطلح. على المباشر. مرحبا بك يا أخي، السمية والمدينة يا أخي. ألو، وين سمعكم؟ القشوية من التليفون يا أخي، مرحبا، راك على المباشر. صافا خويا بخير، في أمان الله. كتسمع لي دابا؟ كنسمعك يا أخي. الاسم والمدينة يا أخي. مختار من فاس خويا. فاس، مرحبا سي المختار. صافا خويا بخير، في امان الله. الحمد لله يا اخي. تحيه ليك وتحيه لسي جمال. الله يخليك. الله يحفظك. اولا تحيه، انا من المحسنين ديال حدا الطرف ديال مدينه فاس. اولا توصلنا خير فاش طلع المكتب الجديد ديال العصبه، قلنا انا غادي يكون هناك واحد التغيير في السير، الامور غادي تتمشى على خير وبخير، ولكن ديال الاسف الشديد واللي سي جمال راه فرد من الافراد ديال المكتب المدني ديال العصبه، اللي صراحه مشاكل اللي تعانت منها العصبه هذا العام، داك الشيء حدث ولا حرج، هذا الشيء بان في المباريات ديال السد. انا غير واحد السؤال ديالي، الله يجزيك بخير وسي جمال ما ياخذهاش مني، نقول لك ابدا اخويا. واحد الفيديو، انا ما شفتش المباراه وما حضرناش المباراه، ولكن سي جمال بدا واحد الفيديو، واحد لو جيست كان دار في النهايه ديال المباراه، حنا بغينا غير يفسر لنا علاش دار داك لو جيست، انه فاش هز الكاس وسقم عليه وهزو ولاحو. بغينا يعطينا تفسير، اولا هو كمسؤول اللي يضر منو هذا السلوك، اولا كمسؤول كمسير ديال الفريق وكمسؤول داخل العصبه. بغينا يعطينا شي تفسير داك السلوك اللي دار، لانه اسلوب صراحه ما عرفش، يعطينا هو عليه تفسير. وبغينا كذلك يعطينا تفسير لواحد كان واحد مجموعه ديال الاعضاء ديال المكتب المديري قبل اثناء مباريات ديال السد، خرجوا بواحد البلاغ ضد الرئيس ديال العصبه بانه كيتحكم، بانه مسؤول عن التعيينات ديال الحكام. بغينا يعطيونا يعني الوضع كيفاش داير هو داخل المكتب.